السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتنوعة برنامجكم اليومي ترحيب، ونقول مساك الله بالخير يا حمد. حياك الله يا خالد، حياكم الله مشاهدينا وكذلك مستمعينا الكرام عبر 97 FM للريان الأولى و98 FM للريان الثانية. نعم، وفي حلقة الليلة مواضيع متنوعة وتغارير مختلفة تواكب أبرز الأحداث والفعاليات اللي تشهدها الدولة. بالفعل يا خالد، والبداية اقتصادية، حيث أقام بنك قطر للتنمية حفلا لاختيار جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين الداعم للشركات الصغرى والمتوسطة. أقام بنك قطر للتنمية حفلاً للإعلان عن أفضل بنك داعم لبرنامج الإقراض الغير مباشر الضمين، والذي يقدم تمويلاً غير مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث تم اختيار 3 بنوك شريكة ومنحها الجائزة من خلال برنامج الضمين. نحن اليوم احتفلنا في جائزة البنوك الشريكة لبرنامج الضمين، وهي جائزة هالسنة كانت أول مرة. طبعاً إحنا نطمح أن تكون هذه جائزة تتكرر كل سنة على أساس نكرم فيها البنوك اللي تساندنا بشكل كبير في برنامج الضمين. طبعاً إحنا برنامج الضمين هو برنامج يقدمه بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الإقراض من خلال البنوك الشريكة اللي إحنا نتعامل معها. نشكر بنك قطر للتنمية على جهودهم المتواصلة والتواصل اليومي والشبه اليومي والتقارير اللي تطلع من كيو ام بي والتقارير اللي تطلع من كيو دي بي، وذلك كل المصلحة الشركات الصغيرة المتوسطة ودعم الصناعات الصغيرة المتوسطة في دولة قطر. واحنا في كيو ام بي دائما مستمرين لتقديم الأفضل لعملائنا من الخدمات، من في برنامج الضمين وغير برنامج الضمين، واحنا مستعدين كليا لدعم هذا القطاع بشكل لا محدود. نعمل في الخليجي مع بنك قطر للتنمية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفوز الخليجي بهذه الجائزة في هذا اليوم دليل على اهتمام البنك الخليجي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع رؤية قطر 2030. ولله الحمد، وفي سنتها الأولى فاز الخليجي في جائزة بيست بارتنر مع بنك قطر التنمية، وتنعهد لعملائنا في عمل المزيد في الفوز في السنوات القادمة. وتأتي جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين في إطار البرنامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو برنامج الضمين ورعايته والحفاظ عليه، وذلك لتحقيق رؤية قطر 2030. بالفعل مشاهدين، برامج كثيرة يقدمها بنك قطر للتنمية مع شراكة مع البنوك القطرية. أتمنى من الجميع أنه يدخلون على موقع بنك قطر للتنمية للتعرف على هذه البرامج، وخاصة برنامج الضمين اللي هو يضمن مشروعك في حالة لا قدر الله تعرض إلى خسائر، وهذا البرنامج جدا مميز، أتمنى من الجميع أنه يطلع عليه. نعم، إذا أعزائي المشاهدين، هذا بمشاركة تقريبا 233 طالب تنافسوا كلهم على حفظ أجزاء من القرآن الكريم. تم اختتام فعاليات مسابقتي لقب أم الخير القطرية وأم الخير للقرآن الكريم في نسخها الثامنة. بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني مؤسس ورئيس مؤسسة الفيصل بلا حدود وعدد من رجال الدين وأولياء الطلاب والمشاركين، اختتمت فعاليات مسابقتي لقب أم الخير القطرية وأم الخير للقرآن الكريم في نسخها الثامنة، والتي شارك فيها 232 طالبا تنافسوا فيما بينهم على حفظ أجزاء من القرآن الكريم، والتي نظمتها مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة للبنين.
مسابقة أم الخير هي انطلقت من مدرسة الوكرة الثانوية قبل 8 سنوات. طبعا الهدف الأساسي نشر قيمة حفظ القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين أخذنا من اسمها الخير وبدينا ننتشر. الحمد لله غطينا حاليا كل مدارس قطر تقريبا حدود 63 مدرسة خاصة بالبنين. بعدها طبعا بما أن صفتها خيرية قررنا أن ننطلق إلى خارج قطر. انطلقنا إلى مصر ولبنان وفلسطين ومملكة البحرين. من النسخة السابعة تقريبا، احنا حاليا في النسخة الثامنة، من النسخة السابعة طلعنا فكرة جديدة هي فكرة لقب أم الخير. أم الخير في ثقافتنا الخليجية ليست هي الأم المثالية أو المرأة المثالية، أم الخير لها صفات مختلفة تماما. لذلك قررنا نعد مجموعة من المعايير تنطبق على شخصية أم الخير القطرية بس بالصفة الحديثة. الفعالية التي نظمتها مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة للبنين كان لحفلها الختامي فقرات متنوعة دارت بمجملها حول أهمية الأم وتأثيرها في حياة كل طالب مشارك بمسابقة لقب أم الخير القطرية، والتي تقوم على ترشيح طالب أو طالبة والدته للقب أم الخير من خلال كتابة تقرير مفصل باللغة العربية يتضمن وصفا لدور أمه في مختلف نواحي حياته. أن الأم هي القاعدة، هي الأساس، هي اللي والله أن أي أم تقدر تخلي عيالها متميزين. شوية اهتمام بالتركيز على بعض المواهب الموجودة عندهم، أن أنا ما عندها موهبة أنا أحاول أني أصقلها، أحاول أني أساعدها. حري بالذكر أن مثل هذه المسابقات تساهم بشكل كبير في الحفاظ على مكانة الأم في العائلة، كما تغرس هذه المسابقات مبادئ قيمة في نفوس النشء والطلاب. أعلنت متاحف قطر والمعهد الألماني للأثار عن آخر النتائج التي توصل إليها الطرفين في مشروع الدراسات لجنوب قطر. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أعلنت متاحف قطر والمعهد الألماني للآثار عن أحدث النتائج التي توصل إليها الطرفان في مشروع الدراسة المسحية لجنوب قطر، بالإضافة إلى المشروع القطري السوداني للآثار والذي يستمر على مدار 5 أعوام. ويأتي ذلك استكمالاً لجهودهم الحثيثة في متاحف قطر لدعم التراث من خلال التعاون مع خبراء عالميين. المناسبة اليوم قطر ألمانيا هي السنة الثقافية، لكن بشكل عام متاحف قطر تدعم الثقافة في الأبحاث أو في كل المجالات أو الثقافات الإنسانية. طبعا هذه إحدى المحاضرات اللي تم إلقاها هو مشروع مسح جنوب قطر من المركز الألماني. طبعا هذا المشروع هو مهم بالنسبة لنا، بدأ من 4 سنين، أظهر نتائج كثيرة في جنوب قطر، لأن شمال قطر أغلب الدراسات تمت، وبحكم موقع قطر الجغرافي هي على الساحل فأكثر القرى معروفة. جنوب قطر كان مجهول نسبيا بالنسبة لنا، فبعد النتائج المسح اللي أجريت أثبتت استيطان بشري، أثبتت فترات زمنية متفاوتة. طبعا ساهم المشروع هذا في إنقاذ موقع في الزحف العمراني، كان عمل مشترك في منطقة أم الحول اللي هي منطقة تقريبا هي الوحيدة اللي في جنوب قطر القرية اللي موجودة، معظم القرى الساحلية شمال. وشهد الإعلان استعراض نتائج المشروع المسحي في جنوب قطر المعنى بجمع معلومات مكثفة عن تاريخ الاستيطان في قطر خلال العصور، ويركز المشروع تحديدا على إجراء دراسات مسحية في الجزء الجنوبي وتنفيذ مهام تنقيب لتوثيق المواقع الأثرية الطبيعية في عصور ما قبل التاريخ. أما مشروع البعثة القطرية لأهرامات السودان فقد بدأت أعماله في العام 2015، ويهدف إلى الحفاظ على موقع التراث السوداني العالمي مروراً بمدينة البجراوية من خلال العناية بمواقع الأهرامات والمعابد والمقابر الأثرية القابعة تحت الأرض. نظمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله الخدمات الإنسانية راف المنتدى الثاني للإعلام وتعزيز العمل الإنساني. للمزيد نشوفه وياكم من خلال التقرير
التالي. بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين والعاملين في الحقل الإنساني، نظمت مؤسسة راف المنتدى الثاني للإعلام وتعزيز العمل الإنساني. ويتيح المنتدى الفرصة لخلق بيئة نقاش وتفاهم بين المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام، وطرح التحديات حول الأدوار المشتركة للإعلام والمنظمات الإنسانية والنقاش حولها. رحمة الإنسان فضيلة هو الشعار الضي الذي يلخص قيم العمل الذي تتبناها مؤسسة راف، حيث أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ظروف إنسانية بالغة التعقيد في منطقتنا بالتحديد، أثرت بشكل أو بآخر بهذه القيمة الإنسانية النبيلة، ومما لا يخفى على الجميع الدور الذي أصبح الإعلام يلعبه في بيان هذه المأساة، سواء في مجريات الأحداث أو حتى الحاجة التي تحتاجها تلك المجتمعات. عقب الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تم تكريم أبرز الإعلاميين والشخصيات العاملة الذين كان لهم دور متميز في دعم العمل الإنساني في قطر. نحن نعرف حجم التطور وحجم الدور البارز للقطاع الإنساني حالياً القطري، ليس فقط على الساحة المحلية والإقليمية، إنما بات العمل الإنساني والخيري القطري رمزاً مميزاً في المشهد الدولي، نظراً للدور البارز الذي يقدم والحضور النموذجي والتنظيم الجيد الذي بات يحظى به. وبالتالي هذا الدور مطلوب أيضاً أن يكون هناك ذراع إعلامي ينقله بصدق وبأمانة ويبرز هذه الأدوار، سواء كان على الساحة المحلية أو حتى على الساحة الخارجية. دور الإعلام هو جزء لا يتجزأ من المؤسسات الخيرية، وهو رسالته هو إبراز مثل هذه الأعمال للمجتمع وتثقيف المجتمع. حقيقة اللي هو المنتدى الثاني هو تعزيز دور الإعلام ودور المجتمع بالشراكة مع المؤسسات الخدمية في مجال الإنساني. ثلاث جلسات حوارية تضمنها المنتدى الأول ناقشت واقع العلاقات بين الإعلام والعمل الإنساني، أما الجلسة الثانية فناقشت الآفاق الجديدة لشراكة الإعلام والعمل الإنساني. واختتمت فعاليات المنتدى بجلسة نقاشية للخروج بتوصيات لمسودة وثيقة شراكة بين الإعلام والعمل الإنساني. نظم مركز رعاية الأيتام دريمة حفلا تكريميا للمشاركين ضمن حملة كلنا نكمل بعض. أقام مركز رعاية الأيتام دريمة حفل تكريم المشاركين ضمن حملة كلنا نكمل بعض، والتي وافقت يوم اليتيم العربي ويوم دريمة. تأتي هذه الحملة في إطار تحقيق أهداف المركز اللي ينشأ من أجلها، وهي تقديم كافة الرعاية اللازمة للأيتام وضمان دمجهم في المجتمع وضمان إيجاد الأسر البديلة لهم. والتكريم اليوم طبعا يأتي واجب على المركز أن يكرم جميع الداعمين، سواء كانوا إعلاميين للإعلام المرئي أو الإعلام المقروء وسائل التواصل الاجتماعي، فكان هذا الحرص مركز أن اليوم يكرم جميع هؤلاء الداعمين. يسعى مركز رعاية الأيتام دريمة من خلال هذه الفعاليات لدمج وتمكين أبنائها على كافة الأصعدة والمستويات، وتهدف حملة كلنا نكمل بعض إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية. وقد شارك ضمن الحملة عدد من الوزارات والمؤسسات والشركات والأفراد. انطلقت فعاليات الملتقى الثالث للتكنولوجيا المعلومات كتارة تك في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة.
عقدت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا الملتقى الثالث لتكنولوجيا المعلومات كتارا تيك، وضم الملتقى عدد من الوزارات والشركات المحلية منها والعالمية. ملتقى كتارا هو الملتقى الثالث، نسختها الأولى والثانية كانت على مدى شهر مارس وأبريل الماضي، بحيث أن ننظمها بشكل شهري الأربعاء الأول من كل شهر. هدفنا هو إيجاد بيئة تكون حاضنة لكل المهتمين بتكنولوجيا المعلومات في قطر، زائد أن التواصل بين الجهات الحكومية وتبادل الخبرات وتبادل أيضا التجارب الناجحة. الجزء الثالث أيضا المهم اللي هنركز عليه هو إحضار تكنولوجيا وخبرات من خارج البلد لتنفيذها استعدادا لكأس العالم 2022. تم خلال الملتقى مناقشة أهم المواضيع المختصة بتكنولوجيا المعلومات والتحويل الرقمي. نشكر الأخوان في كتارا أن أضافون يعني أعطونا الفرصة أن نشارك تجربتنا مع الأخوان من الجهات الأخرى ونستفيد من تجاربهم على أساس أن ما نبدأ من البداية. حبينا نعرض اللي هو خبرتنا على مدار سنين من 83 إلى الآن، مدى التغير الإلكتروني اللي وصلنا له، رؤيتنا في الفترة الجاية في المستقبل القريب، والتارجت مالنا إن شاء الله اللي بنوصل له إن شاء الله. نحن شفنا من عند الإخوان في أوريدو موضوع المدن الذكية، وهذا أوريدي إحنا يعني التارجت اللي إحنا ناويين نروح له. يعد الملتقى فرصة للمشاركين في تبادل الخبرات والمعلومات، حيث يطرح المشاركون تجاربهم في مجال البرمجة والتخزين وتطبيقات الهاتف. نظمت جمعية الكشافة القطرية على مسرح إدارة المرور مهرجان أشبال الوطن السادس لمرحلة المدارس النموذجية. بتنظيم من جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، احتضن مسرح إدارة المرور فعاليات مهرجان أشبال الوطن السادس لمرحلة المدارس النموذجية تحت شعار دام عزك يا وطن. جمعية الكشافة والمرشدات القطرية يعني درجت في كل عام أنها تعمل حفل ختامي للنشاط مرحلة الأشبال، كما هو معروف أن مرحلة الأشبال هي تعتبر أولى المراحل الكشفية، وتشارك فيها جميع الفرق الأشبال بالمدارس النموذجية والخاصة. الفقرات تنوعت ما بين الفقرات الوطنية والفقرات الاجتماعية والفقرات التراثية. يعد مهرجان أشبال الوطن السنوي إعلاناً لنهاية الموسم الكشفي للأشبال، والذي كان حافلاً بالأنشطة والمخيمات الكشفية، وشهد المهرجان تكريماً للمدارس المشاركة من قبل المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية. إذن أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معاكم، ولكن بعد الفاصل راح نتابع. كلية طب وايل كورنيل تحتفل بتخريج دفعة 2017 من طلابها، قوم معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. احتفلت كلية طب وايل كورنيل إحدى جامعات المدينة التعليمية في مؤسسة قطر أمس بتخريج دفعة 2017 من طلابها، وذلك طبعا وسط حضور مميز من المسؤولين وأولياء الأمور أيضا. احتفلت
احتفلت وايل كورنيل للطب قطر بتخريج دفعة 2017 في حفل أقيم في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية، حيث تسلم 45 خريجا شهادة الدكتور في الطب معتمدة في الولايات المتحدة بحضور ذويهم وأصدقائهم وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية. اليوم يعتبر يوم تاريخي بالنسبة لكلية وايل كورنيل قطر، حيث تم تخريج الدفعة العاشرة من طلاب الطب من الأطباء حديثي التخرج. علما بأن كورنيل ابتدأت في تخريج الطلاب من عام 2008، فاليوم يعتبر يوم مهم جدا بالنسبة لكورنيل. أحب أستغل هذه الفرصة بأني أهن الخريجين اليوم وأقول لهم ألف مبروك، تستاهلون على الجهود اللي بذلتوها طول السنوات الماضية، وأقول لهم أن أنتوا أنهيتوا مرحلة مهمة لكن راح تبتدون مرحلة أهم، ألا هي التخصص، مرحلة التدريب ومرحلة التعامل مع المرضى وأهاليهم. شعوري جداً عميق بالفرحة، فرحتي في أن نواف وصل الهدف اللي يبي طول عمره وحقق الحلم، ورغبتي فيه أنه هو يعني حقق الشيء اللي يبي. هذا أكثر، هي أكثر فرحة أنا حسيت فيها. ويعتزم الأطباء الجدد الذين انضموا إلى 256 طبيبا تخرجوا من دفعات سابقة إكمال تدريبهم من خلال برامج إقامة الأطباء في مؤسسة حمد الطبية ونخبة من المستشفيات المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية. للحديث أكثر عن الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو الدكتور نواف الطويل، أحد خريجي كلية وايل كورنيل. مرحبا ومسهلا بك وألف مبروك على التخرج. الله يبارك فيكم، يا مرحبا بكم إن شاء الله. مرحبا ومسهلا فيك دكتور. طبعا أكيد مثل هذا اليوم يمكن يكون يوم مميز لك بعد هذه السنوات الطويلة من القراءة والدراسة والبحث العلمي المتواصل، شنو شعورك وانت لابس المعطف الأبيض؟ أكيد سبحان الله، يعني الله وفقني نعم وحصلت على شهادة دكتور في الطب. نعم. يعني بعد سنوات من الدراسة مثل ما تفضلت. نعم. والحمد لله شعور جميل أكيد. نعم الله يوفقك. طيب إحنا يمكن دائما نتحدث إنه شعور مختلط بين الفرحة إن أنت وصلت للهدف اللي أنت تفكر فيه، والشعور الآخر إن أنت بتنطلق للحياة العملية ويكون فيها طموح ورؤية. ودنا نعرف مشاهدينا شنو طموحك وشنو رؤيتك بعد الانطلاقة في الحياة العملية إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا عندي طموح أقدر أني أوصفه على مثلا المدى القريب، أني ألتحق في برنامج تدريب لطب الأطفال والأعصاب. جميل. في كندا إن شاء الله، في مستشفى الأطفال في بريتش كولومبيا. نعم. هذا على المدى القريب إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أما على المدى البعيد فحاب أني أخلص التدريب هذا وأرد هني إن شاء الله قطر، علشان إن شاء الله يعني أخدم المجتمع هني. ليش هالتخصص نواف؟ يعني هو تخصص جميل. أنا كنت مهتم في تخصص الأعصاب في البداية لما التحقت بالجامعة، وكنت أقرأ عنه كثير، وبعدين بعد ما درست أكثر وتعمقت في الدراسة وصلت ثاني وثالث ورابع سنة، بعد لقيت أن تخصص الأطفال بعد تخصص مميز جدا. صحيح. فحبيت أني أجمع ما بين التخصصين، وفي مجالات يعني كثيرة إن شاء الله له التخصص. نعم إن شاء الله. طيب الآن أنا ودي أسألك، بما أستغل وجودك اليوم معنا وأكيد أنت وزملائك الخريجين من جامعة طب وايل كورنيل اللي موجودة في هذه المدينة التعليمية المتميزة اللي فعلا أصبحت كأنها قرية أكاديمية تحتوي على الكثير من الجامعات، أنا ودي أسألك الآن، أنت فضلت حضرتك وقلت أن عندك خطة قريبة أنك أنت بتتخصص وتكون متخصص أيضا في طب الأطفال، كم يا ترى يقضي الدكتور من عمره وحياته في الدراسة حتى يستطيع أن يبدأ بممارسة المهنة اللي تعلمها في الجامعات؟ طيب يعني هي دراسة الطب في الجامعة قصدك أو التدريب بعد دراسة الطب في الجامعة وأيضا الدراسة التخصصية اللي تليها؟ أيوة
دراسة الطب في الجامعة هو برنامج الطب 4 سنوات. هو اسمه MD أتوقع. MD بالضبط MD. هذا برنامج MD وما قبل الطب في اللي هو البري ميديكال. نعم. بروجرام هذا تقريبا 2 سنين يكون. نعم. يعني المجموعة 6 سنوات تقريبا. أنا ما دخلت في البري ميديكال لأن كنت حاصل على شهادة بكالوريوس من قبل. نعم. فدخلت الميديكال على طول. وبعد التخرج إن شاء الله الطلاب يتجهون للمستشفيات للتدريب. نعم. كل له تخصصه يعني اللي يرغب في أنه يتخصص فيه. نعم. وتتراوح طبعا مدة التخصصات من 2 سنين في بعض التخصصات إلى 5 أو 6 سنوات. اللي هو أن أنتم يسمونها 2 سنين الامتياز اللي يسمونها ولا هذه مختلفة؟ والله مسمياتها تختلف من منطقة يعني من دولة لثانية. أتوقع الامتياز يمكن في بريطانيا وأوروبا على ما أذكر مش متأكد بالضبط. لكن في أمريكا هي سنوات يسمونها ريزيدنسي أو الإقامة. الإقامة في المستشفى أنك تدرب عشان توصل مرحلة معينة. نعم. من التدريب وتتراوح مثل ما لفت انتباهي حمد لا تعذرني بهالسؤال. انت قلت انك انت ما اخذت السنتين اللي هي البري ميديكال اللي قبل الدراسه باربع صحيح. سنوات وانت كنت حصل على شهاده البكالوريوس؟ اي. وشو كانت شهاده البكالوريوس؟ الله يسلمك انا درست في بريطانيا. نعم. بعد ما خلصت الثانويه رحت بريطانيا والتحقت بجامعه في مدينه ليدز. نعم. تخصصي كان في الفارماكولوجي العلوم الدوائية. نعم. أو الصيدلة بعد ممكن يطلق عليه هذا الاسم. نعم. وخلصت من بريطانيا وبعدين جيت قطر واشتغلت في كورنيل في مجال البحث العلمي. نعم. جميل. في الجامعة نفسها. وخلال دراستي خلال عفوا عملك في الجامعة. عملي في الجامعة. نعم. تعرفت على برنامج الطب ومجالاته والمجالات اللي ما بعد التخرج من الطب. نعم. وحبيت هالشيء كثير يعني وتقدمت بطلب الى الالتحاق بالجامعه والحمد لله اللي ساعدني اللي هو شهاده البكالوريوس والخبره في البحث العلمي. نعم. جميل. يعني انتقال من الصيدله او العلوم الدوائيه لين الطب. الان انت درست برا ودرست داخل قطر. أيوة. شلون شفت الفرق؟ شلون كانت الحياه بالنسبه لك؟ ايهما اسهل وايهما سهل لك الدراسه؟ سبحان الله. يعني كل فترة لها صعوباتها و صحيح. يعني اي بالضبط. ففي الخارج يعني انا اكتسبت خبرات جديدة. تعرفت على ثقافات كنت اعتمد على نفسي كثير. صحيح. يعني ما في مكان وجود مثلا اصدقائي مع انه كانوا احد من اهلي يعني هناك. لكن مش بالطريقة اللي موجودة هني تكون بين اهلك وربعك. صحيح. صحيح صحيح صحيح. فهذا شيء يعني اكتسبته من الدراسة في الخارج. اما الدراسه هنا يعني بالمقارنه بدراسه بالخارج فالواحد يكون بين اهله ودعم الاهل ضروري جدا في الدراسه. نعم. ويساعد على ان الواحد يدرس ويتشجع انه يعني يدرس ويواصل في هذه الدراسه. نواف. نعم. يمكن كثير يقول انا افضل الدراسه برا لان. نعم. هني بكون انا متفرغ بالكامل للدراسه، ما في التزامات أسرية، ما في أصدقاء. صحيح. بعدد كبير. أيوه. فأنا بيكون معدلي أفضل. وفي بعضهم يقولك لا أنا أدرس هني وسط أهلي وجماعتي بيساعدوني أن أنا أخذ معدل أفضل. أيهما كان الأفضل بالنسبة لك بما أن أنت خط التجربتين؟ أيوة. يعني ما أقدر أني أقول كان في يعني الشيء أفضل من شيء ثاني، لكن مثل ما قلت كل يعني كل مكان له ظروفه. كل مكان له ظروفه بالضبط. نعم. وله صعوباته. صحيح. فمثل ما هو في صعوبات في الخارج في بعد صعوبات هني بعد. نعم. يعني بعد هني في متطلبات وفي التزامات. ما هذا. صحيح. هو بالفعل يعني انت هني في التزامات مع الاسره، في التزامات. صحيح. مع الاصدقاء، في مثلا بتوجب فلان بتوجب بعد. علان. نعم. ولكن برا. نعم. يمكن شوي تكون الامور مركزة يعني في الدراسة يعني. نعم. متفرغ للدراسة. يمكن أنا ودي أسألك يعني دكتورة، الآن إحنا نشوف الطلبة ما شاء الله، يعني يمكن قبل يومين شفنا تخرج عدد كبير من جامعة حمد بن خليفة، وأيضا أكثر من 700 طالب. وهذا أمر مفرح إن بدينا نشوف الطلاب أيضا يدخلون في الدراسات العليا والدراسات. صحيح. يعني دراسات الدكتورة وما إلى ذلك. الحين الوعي العلمي أصبح يعني موجود الحمد لله لدى معظم الشباب أو الجيل الجديد إن صح التعبير، ولكن أنا ما زلت أرى أن في نقص معين في حاجة الاكتفاء الذاتي من قبل أطباء القطريين. برأيك شنو سبب يعني
عدم دخول الشباب إلى هذا الكنف الطبي أو الدراسي، ليش ما يدخلون إلى هذا المجال بشكل كبير مثل ما أنا أشوفهم في التخصصات الثانية مع توفر الجامعة أيضا هنا؟ صحيح، يعني أنا أشوف أن التخصصات الثانية تستقطب عدد أكبر من الطلاب القطريين، وبرنامج الطب يعني فيه عدد لا بأس فيه الحمد لله. صحيح. لكن هو صحيح. أنا دائما أشوف يعني ما أعرف بالضبط الظروف أو ليش الناس ما تتجه للتخصصات، يمكن الفترة نواف، يمكن الفترة طويلة، فترة الدراسة بالضبط، يمكن نعم. فترة التدريب ما بعد الدراسة بعد تكون طويلة. نعم. والأفضل أنك يعني هذا قبل كان، لكن الحين فيه إن شاء الله تخصصات في المستشفيات اللي موجودة في قطر، لكن قبل الناس تتجه أنها تطلع تتدرب في الخارج، فبعد صحيح. هاي مدة ثانية إضافية بالضبط في نعم. التدريب والدراسة، فيمكن هذا اللي يتخوفون منه الشباب. ولكن يعني هو بالنسبة لأن عدد الطلاب القطريين بالنسبة لعدد الطلاب الغير قطريين في الدفعة تقريبا مماثل لعدد عفوا يعني متناسب مع مع عدد المنتسبين يعني الى هذه الجامعه يعني مش المنتسبين عفوا اللي هو التركيبه السكانيه في دوله صحيح. قطر نعم صحيح فهو متوافق معه. جميل. يمكن في لقائنا مع الوالده الله يحفظها لك تكلمت ان هي فرحانه ان نواف وصل اللي هو يبغي. هل هاجس الطبيب كان عندك من الطفوله ولا لما وصلت المرحله الثانويه حددت اتجاهك؟ والله هو كان على فترات، يعني فكرت في اني ادرس الطب في البدايه، ولكن تخوفت من يعني كانت الجامعه جديده توها، جامعه كورنيل نفسها هذه اللي صحيح. دخلتها الحين، فاتجهت لتخصص العلوم الدوائيه ومجال البحث العلمي بعد كان مجال انا حابه. صحيح. وبعد ما خلصت واشتغلت بعد في هذا المجال رديت مرة ثانية وفكرت في مجال الطب ودخلت الحمد لله. نعم الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه المهنة يعني لا يخفى على الجميع بأنها مهنة إنسانية سامية. بالدرجة الأولى. صحيح. ويمكن ما في أي أحد بالدنيا ممكن يستغني عن وجود الطبيب لأنه هو وسيلة من وسائل الشفاء اللي الله سبحانه وتعالى أقرها في هذه الدنيا سبحان الله. طيب دامنا تكلمنا عن الشفاء وما إلى ذلك، الحين يا أخي دكتور هبت فينا هذه الهبة وتغيرات الجو اللي موجوده، وانا واحد من الناس صار لي يمكن اسبوع وانا اعاني، ما خليت انتي بيوتيك، ما خليت عسل، في رشدت على طول جاهزه موجوده على الهواء جربها، حالتي حاله مو مترقع والله العظيم. اي سبحان الله. الناس حتى التغير اللي يصير المشكله الله يسلمك ان احنا ندخل من الجو بتغلبات الجو وتدخل تحس ان في شويه حراره وهالشكل وتدخل على المكيفات تحس ببروده فجأة، فيمكن تأثر شوي على الواحد بزيادة. صحيح، يعني مناعة الإنسان متغيرة والناس تختلف في كيف تقبلها للفيروسات وكيف أنها تطرد الفيروسات هذه وتقاومها. نعم. يعطيك العافية بيض الله وجهك وألف ألف مبروك الدكتور نواف الطويل أحد الخريجين، يعطيك العافية وإن شاء الله لنا لقاءات مع تخصصاتك وإن شاء الله نشوفك من ضمن أطبائنا المعروفين والمشهورين لهم مكانة إن شاء الله. بالتوفيق دكتور إن شاء الله. لا شكرا على وجهك. إذن أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم ولكن نطلع الفاصل القصير ونتابع بعده تراح يبقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا. نظم قسم الرياضيات المائية في جامعة قطر فعالية اكتشف الغوص للراغبين بالتعرف على أحدث تقنيات الغوص بمشاركة عدة جهات رسمية وخاصة. للسنة الثالثة على التوالي ينظم قسم الرياضات المائية في جامعة قطر فعالية اكتشف الغوص التي تسهم في توفير فرصة مميزة لجميع الفئات العمرية للتعرف على الأنشطة المتعلقة بالغوص وأنواعه. وشارك في الفعالية جهات متعددة بعضها متخصص في مجال الغوص أبرزها قوات الأمن الداخلي الأخوية، أمن السواحل والحدود، والدفاع المدني وغيرها.
الهدف الناس يعرفون شنو معنى الغوص، شنو الاكوبمنت، الاجهزه اللي تستخدم في الغوص. هي اولا تراث كما احنا عارفين طبعا في الخليج وفي قطر طبعا. نبي نحيي هالتراث اولا، ثانيا نشوف الوسائل المتقدمه في الغوص اللي فيها يعني الناس تقدر تحب الغوص كشكل عام، مش الاشياء التقليديه، التقليديه موجوده والحمد لله يعني في مهرجانات لها هالاشياء. الاعمار كلهم متفاعلين طبعا، فئات الشبابيه، الاطفال، اي حد يعني يخطر في باله حاب انه يشارك يجون ويشاركون الحمد لله. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود جامعة قطر في توفير بيئة تعليمية وترفيهية في آن واحد للطلبة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والاهتمام بالجانب الرياضي والصحة البدنية. احتفلت الأكاديمية الأولمبية القطرية بتخريج دفعة 2017 بعد اجتيازهم الدورات والبرامج التأهيلية. قامت الأكاديمية الأولمبية القطرية بتخريج دفعة 2017 في حفل أقيم في مقر الأكاديمية، وذلك بعد اجتيازهم العديد من الدورات والبرامج المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية. هذه الدورة تتمثل بأن تكون هي خطوة للأمام، خطوة لمستقبل لهم الباهر إن شاء الله في الحصول على ماجستير في لوزان إن شاء الله في العام القادم. وأتمنى إن شاء الله أن الإخوان اللي ما التحقوا بهذه الدورة أن يلتحقون فيها، خاصة أنا أتكلم عن إخواني الرياضيين الموجودين في الأندية، السابقين الموجودين في الأندية الحاليين. أن مثل هذه الدورات يجب أن تكون هناك في لها شغف من يكون الرياضي القطري أن يكون ليس فقط رياضي، وإنما فيها عدة مجالات موجودة، منها الإدارة، منها الأمور المالية، منها التسويق الرياضي، منها الأشياء اللي هي خاصة بالرياضة، عدة مجالات. دبلوم لمدة 7 شهور وباقي السنة يقدم الدارس مشروع بحث، يتم إرساله إلى لوزان لجنة أولمبية الدولية، وعند إجازته يحصل على الشهادة. الشهادة هذه دولية موقعة من رئيس لجنة أولمبية الدولية، بالإضافة إلى سعادة الشيخ جوعان رئيس لجنة أولمبية القطرية. دبلوم إدارة المؤسسات الرياضية أخذناه عن طريق اللجنة الأولمبية القطرية والأكاديمية الأولمبية. هي تمينا فيها السنة تعرفنا على كانت دفعة جدا رائعة من إخواننا من دول مجلس التعاون، تعلمنا فيها كل مراحل الإدارة للمؤسسات الرياضية، من الناحية الإدارية، من ناحية الموارد البشرية، من ناحية الأوبريشن، من ناحية إعداد الموازنات. كانت يعني يعني كورسات صغيرة بس الفائدة منها كانت جدا كبيرة. ويشار إلى أن الأكاديمية الأولمبية القطرية تعمل على تنفيذ ونشر أفكار احترافية وأكاديمية جديدة، بالإضافة إلى دعم البحوث الرامية إلى تحسين أداء الرياضيين وإلى توسيع نطاق العمل الرياضي باستضافة المؤتمرات والبطولات الرياضية وبنشر البحوث والدراسات في مجال الرياضة في المجلات العلمية. من جهة أخرى، وقعت الأكاديمية الأولمبية ومتحف قطر الأولمبي والرياضي مذكرة تعاون فيما بينهم، أو أيضا نتابع هذه التفاصيل من خلال التقرير التالي. وقعت الأكاديمية الأولمبية القطرية مذكرة تعاون مع متحف قطر الأولمبي والرياضي، وذلك لتطوير الكوادر الإدارية والفنية
طبعا اتفاقية اليوم بيننا وما بين متحف قطر الأولمبي، اتفاقية دبلوماسية فيها الكثير من البنود المشتركة الهامة للطرفين، أهمها بند إجازة أن يكون في لجنة مشتركة ما بين الطرفين توضع الأسس لبرامج مشتركة تخدم القطاعين. نحن طبعا نخدم الطرفين، يخدمون القطاع الرياضي، وبالتالي هناك في الكثير من المشاريع اللي ممكن تخدمنا وتخدم المجتمع الرياضي. لدينا في الأكاديمية المكتبة الرياضية هنالك الكثير من المقتنيات، بالإضافة كوننا احنا جهاز تعليمي ممكن أن نقوم ببرامج تعليمية مشتركة ما بين الطرفين ونوضع الأسس لبرامج تثقيفية للمجتمع عن القيم الأولمبية والمقتنيات الرياضية الهامة اللي يهتم فيها المتحف. الاتفاقية هي تعاون بين مؤسستين من مؤسسات الدولة، تعاون مشترك بيكون أكثر شيء باتجاه اللي هو التدريب. احنا كمتحف رياضي نحتاج التدريب للقيم الأولمبية وغيرها من المعلومات اللي ممكن نفيد فيها باقي المجتمع في برامجنا المجتمعية اللي حابين نطرحها. وأيضا الاتفاقية بين الاتجاهين بتعزز الشراكة وبناء القصة اللي ممكن تعرض خلال المتحف الرياضي لعامة الناس. فأنا حاليا في مرحلة تجميع المعلومات وتجميع القصص اللي ممكن تنعرض في هذا المتحف، فنتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وكأن لأن اللجنة الأولمبية هي يعني شريك أساسي معنا، فإحنا اخترنا نبدأ بالأكاديمية الأولمبية. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل هذه الاتفاقية في الجانب الأولمبي والدعم المشترك بين الطرفين فيما يخص المواضيع المشتركة. عقد الاتحاد الإلكتروني لألعاب القوى المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن جولة الدوحة للدوري الماسي بمجمع السيتي سنتر. عقدت اللجنة الأولمبية القطرية متمثلة بالاتحاد القطري لألعاب القوى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن جولة الدوحة للدوري الماسي 2017. اليوم في المؤتمر الصحفي للاعبين العالميين اللي راح يشاركوا معنا في ملتقى الدائم لليغ الدوحة اللي راح يكون إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 6:15 في نادي قطر بعد صلاة المغرب مباشرة. طبعا هذه المحطة الأولى من الدوري الماسي. الدوري الماسي هو 14 محطة في 14 مدينة في العالم، الأولى هي دائما تكون في قطر. فمن هذا المكان ندعو الإخوان الجماهير لحضور ومتابعة لاعبين القطريين وعلى رأسهم البطل العالمي معتز برشم راح يكون متواجد. طبعا اليوم كان الإعلان البطولة كان شوي مختلف، المؤتمر الصحفي كان متواجد داخل مجمع السيتي سنتر. أعتقد أن الفكرة كانت جميلة جدا، استقطب أكثر عدد من الجمهور والحمد لله رب العالمين خلصنا بطريقة ممتازة، وإن شاء الله نحاول إن شاء الله الحين نرجع ونركز بقوة بكرة اللي هو الحدث الأهم. تعد جولة قطر للدوري الماسي الأولى للبطولة وإعلانا لبداية الدوري الذي يضم 14 دولة وبمشاركة نخبة من النجوم العالميين في ألعاب القوى يتنافسون للحصول على الكأس الماسي للبطولة. في مبادرة رياضية جمعت بين نادي الريان ومدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية، شهد نادي الريان بطولة بين طلاب المدارس في لعبة الهوكي. نظم نادي الريان الرياضي بالتعاون مع مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية بطولة في لعبة الهوكي بمشاركة أكثر من 36 مدرسة للبنين و24 مدرسة للبنات. احنا طبعا أقمنا هذا المهرجان للمدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية، كذلك عندنا مدارس البنات، والعدد ما شاء الله اللي عندنا حاليا في هذه الفئات
وصل 36 مدرسة وعدد مدارس البنات 24 مدرسة. وإحنا هدفنا الأساسي نطلع مواهب، نستكشف مواهب جديدة لدعم المنتخبات، وفي الأساس إحنا راح نكون إن شاء الله منتخب تحت 18 سنة عشان نعده للمشاركة إن شاء الله في أولمبياد الشباب القادمة 2022. أنا أحب أشكر المدارس في النهاية اللي شاركت معنا وأشكر تعاونهم معنا، وإن شاء الله يعني نتوفق في تكوين منتخبات إن شاء الله تخدم البلد وتخدم الاتحاد. يشار إلى أن البطولة تهدف لاختيار المواهب الرياضية في لعبة الهوكي بهدف الإعداد والتدريب والتأهيل لدعم المنتخبات القطرية المشاركة في البطولات الدولية. أو من هذا التقرير نكون وصلنا مشاهدينا لختام حلقتنا اليوم. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، على أن نلتقي معكم الأسبوع القادم. تقبلوا منا أجمل التحايا، في أمان الله. في أمان الله.